نبدأ معك زميلي العزيز محمد إبراهيم بوضع يدنا على ما يدور الآن في هذه اللحظات ونحن نتحدث معك في الخرطوم. نعم، ما يدور الآن في هذه اللحظات اشتباكات قوية في محيط القصر الجمهوري والقيادة الجيش بين الجيش السوداني والدعم السريع، إضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان في هذه المنطقة وتحديدا وسط الخرطوم التي ظلت بصورة يومية يعني تدور فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع. إلى جانب ذلك أن هناك قصف مدفعي قوي من وادي سيدنا، وهي منطقة عسكرية تابعة للجيش السوداني، هي من أكبر المعسكرات التابعة للجيش. صوبت مدفعيتها نواحي عدة ارتكازات في العاصمة الخرطوم وفي عدد من أحياء الخرطوم بحري وكذلك جنوب الخرطوم، حيث تدور اشتباكات في عدة مناطق وتحديدا في نواحي المدينة الرياضية التي تقع جنوب الخرطوم. وبحسب شهود عيان هناك أيضا انتشار للدعم السريع في منطقة جنوب الخرطوم أو جنوب الحزام، ولربما القوات الدعم السريع تحاول الهجوم مرة أخرى على سلاح المدرعات الذي يشهد طيلة الأيام الماضية مواجهات عنيفة، لكن الجيش السوداني ظل يتصدى لها بالأسلحة الثقيلة. حتى هذه اللحظات ما زلنا نسمع أصوات للأسلحة الثقيلة في مناطق متفرقة من أحياء العاصمة الخرطوم، وأيضا هناك قصف مدفعي نواحي جنوب الحزام أو جنوب الخرطوم ما زالت أصواته مستمرة حتى هذه اللحظات. إضافة إلى ذلك هناك تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني الذي ربما يعني ستكون هناك يعني قصف قوي في الساعات القادمة. ودائما عندما يحلق أو نشاهد طيران الاستكشاف تتبعها أيضا عمليات قصف جوية في عدد من الارتكازات التابعة للدعم السريع، إلى جانب أن هناك أيضا استهداف في منطقة الخرطوم بحري وتحديدا في منطقة الحلفاية، وهي منطقة تقع شمال الخرطوم بحري، حيث هناك أصوات للأسلحة الثقيلة بحسب شهود عيان. لكن كما يبدو أن الاستهداف الكبير الآن يدور في منطقة الخرطوم وتحديدا في وسط الخرطوم حيث مقر القصر الجمهوري، إضافة إلى قيادة الجيش، إضافة إلى منطقة الخرطوم جنوب ومنطقة جبرة وكذلك أيضا منطقة الشجرة التي تحاصر أو تقع بالقرب من سلاح المدرعات. أيضا سمعنا قبل قليل هناك قصف قوي في ناحية منطقة شرق النيل، وهي منطقة يعني تقع يعني شرق الخرطوم، حيث يوجد هناك جسر يربط هذه المنطقة، تتواجد على أسفل هذه مجموعة من الارتكازات تتبع سريعة، على الرغم من أن الساعات الماضية كان هناك استهداف كبير لهذه الارتكازات، لكنها بحسب شهود عيان هناك تواجد لهذه الارتكازات. مدفعي في هذه المنطقة وتحديدا منطقة الجريب وكذلك أيضا منطقة السوبا شرق، وهذه المناطق مكتظة بالدعم السريع، إلى جانب منطقة جنوب الخرطوم الآن تتواجد فيها بكثافة الدعم السريع.